ثلاثة أعوام عمر انتهاء مشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطاف بهدف الوصول إلى طاقة استيعابية تصل إلى نحو 107,000 طائف في الساعة الواحدة. لله الحمد والمنة، بعد انتهاء من إنشاء كامل المراحل الثلاث لتوسعة زيادة طاقة الاستيعابية لصحن المطاف، أتت التوجيهات الكريمة بالإزالة للاستفادة القصوى من منسوب صحن المطاف اللي يصل طاقة الاستيعابية إلى 30,000 طائف في الساعة. اضطرت الحكومة السعودية إلى اختيار بناء مسار إضافي مؤقت استجابة لزيادة سعة المطاف بعد أن أكدت دراسات علمية أن المسجد الحرام يتعرض لزيادات تصاعدية في عدد زواره من معتمرين وحجاج، وبات الجسر المؤقت اليوم في مراحله الأخيرة بعد أن تحققت التوسعة المنشودة وأدى مهمته على أكمل وجه. طبعا عدد البلاطات المكملة لحلقة الجسر 24 بلاطة رئيسية، تم إزالة ولله الحمد قرابة النصف منها، أي 12 بلاطة رئيسية. إزالة الجسر المؤقت يقفز بالطاقة الاستيعابية لمنسوب صحن المطاف إلى نحو 30,000 طائف في الساعة، وهي زيادة عن الوضع الحالي قبل الإزالة البالغة 20,000 طائف في الساعة الواحدة. سبق هذا العمل إعداد خطة عمل في وضع حواجز المشروع بحيث لا تعيق حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة، وفي نفس الوقت تضمن بإذن الله تعالى سلامتهم. تتغير مع مرور كل دقيقة ملامح المشروع نحو الإنجاز، تتابع خيوط تفاصيلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر تقارير دورية واجتماعات مكثفة، وخلال عدة أشهر قادمة تنجز الحكومة السعودية وعدها باستكمال التوسعة المرتقبة للمطاف. من داخل الحرم المكي الشريف، خميس الزراني، العربية.